بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل لأنفسنا ولا لأحد فيه شيئا، اللهم أمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارفع به درجاتنا في أعلى عليين يا رب العالمين. محاضرة الثانية في ترجمة الإمام العلم الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. ذكرنا قبل ذلك أن والده إسماعيل ابن إبراهيم فيما روى عنه أحيد قال: دخلت على إسماعيل والد محمد أي البخاري عند موته فقال: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. وبينا أثر ذلك على طلب العلم، وأن هذا من السبل التي تؤدي إلى التوفيق في طلب العلم، بل في كل الأمور. الحرص على الحلال يؤدي إلى التوفيق، مش التوفيق فقط، وكذلك قبول الأعمال. في مقولة الحسن البصري مشهورة: إذا أراد قرين العبد أن يوسوس له عند دخوله في الصلاة ناداه إبليس اللعين، قال: ماذا تفعل؟ قال: أغلق عليه صلاته، أوسوس له عشان أضيع عليه إيه؟ صلاته. فيقول له: انظر إليه، فإن كان أكل مالا من حراما فقد كفاك شره، لأن الله لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الشيطان بيعظه. أما إذا كان يأكل من حلال فاجمع معك شياطين الأرض ولن تستطيع أن تغلبوه. وكان الحسن البصري يقول: ائتوني برغيف من حلال، رغيف واحد من حلال، أوزعه على مرضى المسلمين فيشفيهم الله ببركة الحلال، وأوزعه على جيش المسلمين يعطيهم الله القوة فلا ينهزمون أبدا. الحلال، الحلال مطلوب، الحلال مطلوب. الحافظ ابن حجر بيحكي يقول: وحكى وراقه، قلنا الوراق اللي هو مين؟ السكرتير أو الكاتب، أنه ورث من أبيه مالا جليلا الكثير. أبوه كان غني وورثه مال كثير، وكان يعطيه مضاربة، يعني بيديه الواحد بيفهم في التجارة يقول له اشتغل به، والربح بنسب، الربح بنسب. فقطع له غريمه 25,000، 25. فقيل له: استعن بكتاب الله أو بكتاب إلى الوالي. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، بدل ما نأخذ كتاب من الوالي عشان هذا الرجل نجيب الوالي قدامه ونكتبه الكتاب هيطمعوا ويقولوا إن الرجل ده غني، لا لا، دعوا الأمر كما هو، ولن أبيع ديني بديناري. غريمه لما أخذ المال عشان يتجر له فيه عمل إيه؟ نصب عليه. شفت النصابين من أيام مين؟ البخاري، من أيام البخاري النصابين موجودين. فقالوا له: روح للوالي خد كتاب من الوالي عشان تلزمه إن يرجع فلوسه. قال لهم: لا لا، لا أريد أن يكون لهم يدا علي، ولن أبيع ديني بديناري. وصالح غريمه، عمل عقد مع الغريم بتاعه مع خصمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم. هو خد منه كام؟ 25,000. 25,000 هيديله كل شهر كام؟ 10 دراهم. وذهب ذلك المال كله. ما يدفع له كم مرة؟ النصابين دايما بيعملوا ايه كده بس، وبعد كده خلاص اضرب دماغك في الحيطة دائما. شوف الفرق بين اكل الحلال واكل الحرام، واكل الحرام. البخاري لما ورث هذا المال الكثير كما قلنا، سبحان الله، يعني وقع في واحد نصاب من ايام البخاري والنصابين شغالين تمام. يعني البخاري لما لقى طمعه والراجل ضيع المال لم يستعن بكتاب الوالي عليه أبدا أبدا، قال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا. هؤلاء
أنا لا أريد أي علاقة بيني وبينهم، بيني وبين الأمير، لأنه بيدرك جيدا أن التعامل مع هؤلاء لابد فيه من دفع الثمن، بيستهلكوهم وبيستهلكوهم حتى بعد موتهم، مش في موتهم بس. شوفوا الشيخ البوطي استغلوه ازاي حتى بعد موته، قالوا اللي قتلوا مين؟ الثوار. استغلوه استغلال كامل في حياته وبعد مماته، والعياذ بالله، استغلال على آخر نفس. أهل الدنيا وعلى رأسهم الساسة والأمراء مش ممكن أبدا يبذلوا شيء مجان، مستحيل، هذا أمر مستحيل، لابد له من المقابل، وفي العادة بيكون المقابل غالي جدا، غالي جدا. البخاري كان حريص كحرص كل السلف عن البعد عن هؤلاء، ينصحهم من بعيد، يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر من بعيد، ولا يقف على أبوابهم ولا يدخل عليهم أبدا ولا يتقرب منهم. كانوا بيفرون من هذا، من لقاء الساسة والأمراء، كما يفر العاقل من الأسد. مش معنى كده ان احنا ما ندخلش في السياسة، لا، احنا لازم ننصح ونؤمر بالأمر بالمعروف، نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما تكونش في علاقة بيننا وبينهم علاقة وطيدة. هذا رأي من العلماء. مالك ما كانش بياخذ هذا الرأي، مالك كان بياخذ رأي آخر، يقول لا بد أن ندخل عليه، وإلا من سينصحهم وأمرهم بالمعروف ونهم. طب اللي زي مالك يدخل عليهم، اللي شايف نفسه بقى عنده قوة ويقين كده وما يقدروش يخدعوه بأمور الدنيا يدخل عليهم. علي جمعة، علي جمعة ورث من أمه أكتر من 300 فدان، يعني مالتي ملياردير مش مليونير، مالتي ملياردير. وشوف السقوط اللي هو فيه، درسوه نفسيا وعرفوا الخلل عنده، دخلوه من ايه، من عند الخلل ده، واسقطوه، وعنده علم، وعنده علم، والعياذ بالله. شوف ايه اللي حصل له، هذه الانتكاسة العجيبة جدا. البخاري لما طلب منه ان امير بخارة بيقول له تعال عندي في القصر عشان تقرأ علي الصحيح، اسمع العلم، مش عايز يشوره في حاجة، لا، قال له تعال بس اقرأ علي الصحيح الذي كتبته عشان أكون سمعته منك. فقال البخاري العلم يؤتى إلي، أبدا، أنا لا أذهب إليه، إحنا في المسجد، من أرادنا فليأتنا بالمسجد مهما كانت رتبته، مهما كانت رتبته. أظن مالك كان يفعل ذلك مع هارون الرشيد أو أحد الخلفاء العباسيين، لما جاء إلى مجلس الإمام مالك وكان الإمام مالك متصدر المجلس بيتحدث، فأحضروا له كرسي ليجلس عليه، فترك الدرس وقال من تواضع الله رفعه، راح قاعد على الأرض، شال الكرسي وقاعد على الأرض، ثم بدأ يحدثهم ويعلمهم. فغضب الأمير ومنعه، طبعا الطريقة معلومة، ما كانش في اعتقال في ذلك الزمن، يعني ما كانش عندهم اعتقال يعني، إنما عمل إيه، منعوا أن يتكلم، وفضل وراه حتى أخرجه من بخارة كلها، طردوا من البلد. وما له يطرد من البلد بس ما رحلوش، متكبر، هذا لا يتعلم أبدا، لا يتعلم. في ناس يحرم علينا أن نعلمهم العلم، المتكبرين أمثال هؤلاء. قد كان عندهم حذر معلوم من الدخول على السلاطين، التاريخ شاهد على كده، زي ما قلنا الشيخ البوطي والآخرين حسون وكلهم يعني. وقد أفضى إلى ربه، وربنا يعامله بما يستحق. صحيح احنا لا نرضى بما حصل للشيخ البوطي من قتله وما كان فيه ومن تفجير دور العبادة والمساجد أو الأماكن هذه، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد اللي قتلوا النظام، بشار الذي قتله بشار استهلكه حيا واستهلكه ميتا بس، وما كانش فيه قنبلة ولا حاجة ضربينه بالرصاص، بس عملوا فرقعة كده. بس هو بدأ يفوق بعد ما طلع بعض بنياته الى تركيا فقتلوه. القرآن الكريم ذكر لنا، يعني معلش، هو او غيره، نسأل الله ان يكون كذلك، نسأل الله غيره او بس خدوا بالكم الحاجات دي ما فيهاش عواطف قوي، الحاجات دي ما ينفعش فيها العواطف، فيها ولاء وبراء، فيها ولاء وبراء. بلعام ابن بعوراء وهو من العلماء الكبار جدا جدا، ربنا ذكره في سورة الأعراف
فمعاه اسم الله الأعظم، مش شيخ عادي، مش عالم عادي، معاه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والله عن قال عنه في القرآن: واتلوا عليهم، في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هو اللي رجع عن الإيه؟ عن النور والهداية ومشى في طريق آخر. بعض أقران الشيخ البوطي ذكروا إن مشايخه لما رأوه كثير الدخول على الحاكم الحافظ الأسد الهالك لعنه الله، هو كافر نصير، انتوا عارفين النصيرين كلهم كفار يعني بإجماع الأمة زي اليهود والنصارى بل أشد، ما فيش حد بيختلف في هذا من علماء المسلمين. وكان يخاطب حافظ الأسد آنذاك كان بيخاطبه على إنه الخليفة الراشد، حاجة يعني لا يصدقها عقل. اقرأوا الكلام ده موجود، كان بيخاطب حافظ الأسد بالخليفة الراشد. قال له أحد الشيوخ: يا شيخ محمد ابعد، فهذا كثير، وقف، اعمل بريك. قال له: سوف أفعل، لكنه لم يفعل. حتى بعد موت حافظ لعنة الله عليه وجاء ابن بشار وكان بيكره الشيخ البوطي. بشار بيكره الشيخ البوطي ليه؟ لأنه كان قريب من والده خاصة. انتوا عارفين القصة اللي قالها البوطي بعد ما مات حافظ الأسد، مش كده؟ قال ان هو رأى في المنام ان حافظ الأسد في الجنة. هذه حقائق، ليست افتراء على احد، هذه حقائق يعني. لا، شاف النصير الكافر في الجنة. اي جنة هي؟ مش عارفا. راه مع الصديقين والشهداء، يبقى خلاص، يبقى الصديقين والشهداء في النار، عشان يصدقك يبقى هما في النار يعني. استمر ولم يفر واستخدموا النظام الى اخر قطره من حياته، وكان بيفتي بقتل الثوار المسلمين في سوريا زي ما عمل علي جمعه وغيرهم من الجاميه او المداخله المتخلفين اللي هم عار على الامه الاسلاميه. وقال ان الثوار لا يسجدون لله سجده، وبيقول على جيش بشار بانه جيش الاسلام، يعني يقول ذلك، ويقول عنهم اصحاب النبي دول من اصحاب النبي، على القتلة النصيريين الكفار يقول عنهم من اصحاب النبي. اي خذلان هذا؟ ثم تنتهي مهمته يحرق النظام الذي قتل البوطي بشار وليس الثوار. الجيش الحر ازاي هيدخل في هذه المناطق؟ مستحيل يدخل في هذه المناطق، ولو وصلوا اليها لكان قتلوا بشار مش قتلوا البوطي. لو دخلوا في هذه المناطق يقتلوا بشار مش يقتلوا البوطي. ثم ان الجيش الحر لم يفجر مسجدا ابدا، سمعناش ابدا ان في اي فصيل من فصيل المسلمين بيفجر مساجد، مستحيل يعني. ثم اتى تفجير، هذا تفجير عجيب، انتوا شفتوه كلكم وموجود على اليوتيوب، تفجير والمراوح شغاله والانوار شغاله والسقف والنجف وكله، ايه التفجير الحلو ده؟ ما شاء الله، والسجاد زي ما هو، ما تعصوا تراب حتى، ده ايه التفجير الجميل ده؟ تفجير فوتوشوب يعني، هيكون تفجير ايه؟ تفجير فوتوشوب. دخل احدهم عليه وقتله، يقال انه قتل قبلها، يقال قتل قبلها بثلاثة أيام لما علم النظام أنه سيهرب، أنه هرب أولاده إلى تركيا وهو سيهرب وراءهم إلى تركيا. قتلوا المجرم الكافر بشار حتى استفيد منه، حتى بعد موته، مش في حياته بس، استفاد منه حيا ولا يعبأ به، لحيا ولا ميتا، حتى يقول العالم هذا الجيش الحر الإسلامي بيدمروا المساجد وبيقتلوا العلماء وكبار الشيوخ، وعلماء الشام جميعا يثقون ويعتقدون اعتقاد تام، علماء الشام كلهم عن بكرة أبيهم يعتقدون أن الذي قتل البوطي هو بشار، كلهم يعتقدون هذا قولا واحدا، نعوذ بالله من الخذلان يعني. احنا ليه بنقول هذا الكلام؟ حتى يحذر الناس من أحذية السلاطين، هؤلاء أحذية للسلاطين الذين يثنون عليهم الآن، ودول كثيرين قوي، ما أكثرهم يعني، يقولوا مات
شهيد، بعض الناس يقول لك ده مات شهيد. مات شهيد ازاي؟ في سبيل مين؟ في سبيل مين مات شهيد؟ هل ما نباش نطبق الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان؟ يعني مثلا لو هو كان بيقول شيء يعني خوفا على اولاده، الكلام ده على الافراد ليس على الشيوخ. الكلام ده تقوليه على الافراد، انما على الشيوخ لا، على العلماء لا. الافراد عليهم مهمه، كل واحد فرد لوحده، لكن مش واحد وراه بيتبعه ملايين. يقال على الفرد لا يقال على العامة. شوفي انظري كم قتل بفتواه، بفتوى الشيخ من المسلمين. هذه الدماء التي تسال الى الان، مش دي فتوى؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل مسلما او عان على قتله بشطر كلمه جيء يوم القيامه مكتوب على جبينه ايس من رحمه الله؟ ولو بشطر كلمه، مش بفتوى. مش القتل اصحاب النبي والكافر خليفة المسلمين الراشد والمسلمين لم يسجدوا لله سجدة قط، اقتلوهم. العلماء الكبار كلهم فروا من سوريا، وقتل منهم من قتل، قتل منهم من قتل. زمان كان عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين واضحة، واضحة جدا. أنا عارف الناس هنا عايزين تبقى نايس، معرفش النايس دي إيه. النايس دي بحس انها حوسه عند الناس. النايس شيء، وتحديد وتفصيل المفاهيم شيء اخر. تحديد المفاهيم واستخراجها بعضها من بعض شيء اخر، شيء اخر. لما بلغ الحسن البصري موت الحجاج خر لله ساجدا. لو عملت كده هتجد من يجادلك. ازاي تتكلم على الشيخ البوطي كده؟ وزي تتكلم على علي جمعة كده، وزي تتكلم على الحسون كده. هؤلاء مجرمون، مجرمون. قيل لأحمد بن حنبل الرجل يأتيه خبر بأن أحد أتباع ابن أبي داود مات، أيفرح؟ قال نعم يفرح بهذا. كل أصحاب الفتن لما يموتوا نفرح أن ربنا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأن الله سبحانه وتعالى كف هؤلاء الظالمين عن تضليل الخلق وإسالة دمائهم، وإسالة دمائهم. نسأل الله السلامة. أبو حنيفة رحمه الله، شوف بقى الدخول على السلاطين، يدعوه أبو جعفر المنصور للقضاء فلا يرضى، ما يرضاش، يجن الخليفة، يتجنن. روى مرعي الحنبلي الكرمي أن المنصور كان يبحث عن مفتيا ولم يرضى أحد، والدنيا آنذاك مليئة بالعلماء، بغداد ودمشق الحواضر الإسلامية والقاهرة ومكة والمدينة والأندلس والقيروان، كل هذه كانت حواضر مليئة بالعلماء، بتحج بالعلماء، ولم يرضى أحد أن يأخذ منصب الفتي. كان عنده مين؟ عنده أبو حنيفة ومسحر بن كدام وشريك، كل بلد فيها كبار العلماء يصلحوا لهذا المنصب ولا يرضى أحد. فسأل الخليفة فيقال له مين أحق الناس من هؤلاء العلماء يكون قاضي؟ فقال له أبو حنيفة أو مسحر بن كدام أو سفيان الثوري أو شريك. اختاروا من كل العلماء، ده كام؟ أربعة. كل العلماء اختاروا أربعة، فيأتون بهم ويقولون، يقول لسفيان الثوري والأربعة اذهبوا إلى مين؟ اذهبوا إلى الخليفة إنه يريدكم. يدخل يقول الخليفة لسفيان يا أبا عبد الله نوليك القضاء، ما رأيك تكون قاضي القضاء؟ فيقول له سآتي بشيء، ممكن تسمح لي أروح أجيب حاجة؟ ما قالوش أنا رايح حاجة وأرجع، ما قالوش أنا رايح أجيب حاجة وأرجع، قال له تسمح لي أنا رايح أجيب حاجة؟ سآتي بشيء، سآتي بشيء، يعني إيه؟ يقولوا نسيت شيء في الخارج، أنا رايح إيه؟ أشوفه. فيذهب ولا يرجع، يهرب، يهرب تماما عن عين مين؟ الخليفة، لأنه ما اشترطش الرجوع. هم ما قالوش أنا رايح وراجع، لم يشترط الرجوع. فيذهب ويفر ويختبئ في مكة، وخرج من عنده. قال جلاس المنصور اللي حواليه، الملأ اللي حواليه، قالوا له
إنه ذهب ولن يرجع. قال ولما؟ قال له أنه لم يشترط الرجوع. هو فعلا خرج من عنده على البحر على طول، شاف أول سفينة وخدها راح في أي مكان، ما لهمش طرحين فين، المهم بلد بعيد عن مين؟ عن هذا البلاء، يهرب بنفسه يهرب بآخرته، وهرب راح بعيد وينتظر حتى يموت أبو جعفر هذا ويبقى يرجع. وقال لي صاحب السفينة احملوني فإن من ورائي من يريد أن يذبحني بسكين. هو تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي منصب القضاء فقد ذبح بسكين، وفي رواية من ولي منصب القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال لهم إن من ورائي من يريد أن يذبحني بسكين. تأول هذا الكلام وهرب وبعد عنه تماما. ولما علم سفيان بالذي الخليفة المنصور بالذي علم، قال والله لا أصلبنه إن ظفرت به. بعد فترة علم إن سفيان فين، دخل مكة، دخل مكة وأراد أن يذهب إليه. سفيان دخل عند الكعبة وتعلق بأستار الكعبة وقال برئت منها إن دخلها. بيقول لربنا يا رب أستحلفك بجلالك ألا يدخل المنصور إلى مكة وأنا فيها. بيقسم على الله ألا يدخلها أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور جهز العدة وراح فين؟ مكة، عشان يمسك مين؟ سفيان الثوري يصلبه. في الطريق مات، في الطريق مات. أهو دول اللي بيهربوا من القضاء، دول اللي بيهربوا من القضاء، دول اللي بيهربوا من مناصب. هم هؤلاء العلماء الذين يهربون من الايه، من المناصب. ويموت أبو جعفر المنصور، انتهى الأمر. مع أنه أرسل قبل ما يوصل هو المكة، أرسل الخشابين. عارفين الخشابين يعني ايه؟ اللي بيصنعوا خشبة الصليب عشان يصلبوا حتى يموت. أرسل الخشابين إلى مكة يعدوا الصليب عشان يصلبوه عليه ويصبوه عليه كده ايه، لا أكل ولا شرب لحد ما يموت، الطيور تاكل منه، الجوارح تاكل منه. يقول له يا رب أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر المنصور وأنا فيها. يروح أبو جعفر المنصور يموت في الطريق، يموت في الطريق. فقال له أبو حنيفة تولى القضاء، قال له أنا لا أصلح لهذا. أبو حنيفة أستاذ، إذا كان في حاجة يقولوا عليها أذكى الأذكياء في الأرض كلها يبقى هو سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. أستاذ، أستاذ عقلية غير عادية. أبو حنيفة لو كان عايش في هذا العصر كان يبقى أمر مختلف كتير قوي، سبحان الله. قال له أنا لا أصلح لهذا. فقال له كذبت، بل أنت تصلح لهذا. فيقول له يا أمير المؤمنين، إذا كنت كاذبا كما تقول أنت فلا حل لك أن تولي كاذبا القضاء. أقول لكم أذكى أذكياء الأرض هذا الرجل، عجيب جدا يعني. وإن كنت صادقا فقد قلت لك أني لا أصلح، أني لا أصلح لأني لا أنفع. فأمر به سجن مضرب، ويقال إنه مات مسموما بسبب هذا لأنه لا يريد القضاء. ولما تقرأوا في قصة الإمام أبو حنيفة، هو كان بر بأمه إلى درجة لا يتخيلها عقل. قيل أنه لم يقل لأمه لا أبدا طول حياته إلا مرة واحدة. لما تعرض للسجن والضرب قالت له بني إن عندك مال وفير، تجارته وكان ما شاء الله تاجر عظيم جدا، عندك مال وفير فدع هذا الأمر وانشغل بتجارتك. المرة الوحيدة اللي هلها لا، قال لا يا أمي، يريدونني أن أكون من أهل الدنيا وأنا أريد أن أكون من أهل الآخرة. المرة الوحيدة اللي قالها لا في حياته كلها. عجيب، عجيب هذه الشخصية. قيل إنه مات مسموم بهذا السبب لأنه لا يريد القضاء. مسعر ابن كذام، أو مسعر ابن كذام، مسعر ابن كذام هذا بقى شخصية فكرنا بواحد صاحبنا في مصر الله يبارك في عمره، هو يعني من إخواننا أصحاب الاحتياجات الخاصة. فكل ما يجي أمن الدولة يمسكه يجي يرمي الحاجات اللي بتسند عليها دي اسمها ايه؟ العكازات، ويقع في الأرض يقول انتوا عايزين مني ايه؟ ويعمل حركات كده كأنه مسكين مش طلعه بره. كل ما مسعر ابن كدام عمل هذا الأمر تجانا، عمل نفسه أهبل.
هم رشحوه ان يمسك القضاء لعلمه اول ما دخل. مفروض اي حد داخل على الخليفة يعمل ايه؟ مفروض يقف برا والحاجب يروح يبلغ مين؟ الخليفة ويقف بعيدا. لكن ده مجرد ما فتحوا الباب طلع يجري جري وراح واخد ابو جعفر بالحضن ويقبله ويقول له كيف انت يا ابا جعفر؟ كيف اهلك؟ وكيف عيالك؟ وكيف حال حميرك؟ عندك كم حمار الان؟ ابو جعفر اول ما شاف كده طبعا هو ايه منهمك في الموضوع تماما، ما ظهر منه عقل خالص. ابو جعفر المنصور قال لهم ويل لامي، اجئتموني بمجنون وتقولون انه يمسك القضاء؟ اذهبوا به بعيدا، طلعوا برا. اول ما طلع برا سجد لله شكرا ان عافاه الله من ايه؟ من هذا البلاء. كانوا بيفعلوا هذا ونجي. البخاري رحمه الله رحمه الله ما كان ابدا يتعامل مع هؤلاء الولاة ولا يقترب منهم. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا له خذ كتاب من الوالي بحيث تاخذ يعني اموالك من هذا النصاب. قال لهم لا، ده انا ابيع ديني بديناري. وصالح غريمه على ان يعطيه 10 دراهم كل شهر كل شهر. العجيب ان الرجل بعد الفتره كعادة النصابين انقطع ولم يدفع شيئا، وضاع المال كله على ابي عبد الله ولم يفعل شيئا ولم يفعل شيئا. الامر الثاني في شخصية البخاري ان كان عنده تركيز قوي جدا جدا في العلم. التركيز في العلم معناه اتقان ما يتعلمه، اتقان ما يتعلمه. يقول البخاري ما توليت شراء شيء ولا بيعه، كنت آمر إنسانا أن يشتري لي ما أشاء، اشتري ما لنا عايزه اشتريه لي. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه الزيادة والنقصان والتخليط، وأنا قلبي لا يتحمل هذا الأمر. الراجل عرف قدر نفسه فجنب نفسه الإيه؟ أن يقع في أي خطأ، جنب نفسه تماما، أغلق هذا الباب، مشغول بشيء آخر. وأنا لو بعت واشتريت قلبي سينشغل بالإيه؟ بالبيع والشراء والمكسب. فكانوا بيسعوا لتفريغ قلوبهم للعلم، حتى إن بعضهم كان بينسى الزواج أصلا. الزواج كان بينساه. ابن تيمية لم يتزوج، لم يتزوج، ولذلك كانوا يكرهون أن يتزوج الطالب وفي طريق العلم. يقول خلينا اتجوز كده عشان أنا أعرف أركز، زي اللي عيالنا الآن يعني، خلينا اتجوز عشان أركز. هتركز مع مين إن شاء الله؟ مع مراتك والعيال. والعلم كل سنة طيب بقى، ما احنا بنشتغل في الجزية كويسين قوي، ولا بنشتغل في كونستراكشن، ولا بنشتغل في أي حاجة. وبعدين بيبقى عنده 35 سنة، خلينا أغير الميجور بتاعي وأبدأ أدرس وأتعلم، وروح يدرس ويسيب عياله، وهي تروح تدرس وتسيب العيال، والعيال يطلعوا من هذه طبيعة الناس الآن. كان العلماء في القديم يكرهوا ان الطالب يدرس، ان الطالب يتزوج وهو في طريقه ايه؟ في طريق العلم. يقول لما ينتهي بعضهم قال طالب العلم اذا تزوج فقد ركب البحر، فان انجب فقد كسرت به السفينه، وقع في البحر. ما هي الاولاد مجبنا مبخلة. حتى احنا في الشباب لما يبقى في دروس علم في المساجد او حلقات، تجد الشباب اللي مش متجوز ولا عنده عيال تلاقيه اول واحد، اول ما يخطب بينشغل بقى. امال مين اللي هيغني بحلم بيك وبحبك وحاجات من كده؟ وبعدين لما يخلف ساعة ما يتجوز حتى تقول له انت رايح فين؟ انت هتسيبني لوحدي؟ ما انت ممكن تعمل الدرس معايا النهارده. يقول له والله فكره كويسه، يقول لها كلمتين وبعد كده ينسى. وبعدين العيال، وبعدين الحلقه تروح فين؟ كل سنه طيب. كان هنا حلقه من 20 سنه. هكذا هكذا طبائع الناس. فكانوا بيكرهوا هذا لأنهم إذا قاموا بحقوق الأسرة كما ينبغي بيضيع طلب العلم، بيضيع طلب العلم. غنجار قال في تاريخه حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري قال حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال حمل لمحمد بن إسماعيل بضاعة فأنفذها إليه أبو حفص، وجاء إليه التجار وقالوا له نشتريها منك ونريحك 5000 درهم. فقال لهم انصرفوا الليلة، النهاردة أنا مشغول. فجاءه من الغد تجار آخرون،
ناس آخرين وقالوا نجعل لك الربح 10,000 بدل الخمسة نخليهم 10. فردهم وقال إني نويت البارحة أن أدفعها للأولين الذين جاءوني بالأمس. بالله عليكم في عصرنا ده هيقول لك ايه اول فلسفه؟ انا لم اعطيهم كلمه، انا ما اعطيتهم كلمه. وانت مالك انت هتمنع فضل ربنا؟ ربنا اللي بعت دول وربنا اللي بعت دول. ويفلسف الامور فلسفه شيطانيه بتبين ان الناس موقوسين في الخلف في الوعد، لان الوعد مش لسان بس، ده الوعد قلب. ليس الخلف ان يعد الرجل للرجل وفي نيته ان يؤدي، ولكن الخلف ان يعد الرجل للرجل وفي نيته الا يؤدي. هو نوع نية، فحاسب نفسه بالنية والناس لا يعرفونها. حسب الناس على ايه؟ على هذه النية والناس لا يعرفونها. مع انه لم يقول لهم، لم يعطيهم شيء، قال لهم بس انصرفوا عني واتوني في الغد. لم يقل اكثر من ذلك، غدا نتكلم. ده بيدل على تربية النفس، عنده ضبط. بينبغي توطين انفسنا على هذا الضبط. اللي عايز يتعلم العلم لازم يضبط نفسه ويحزم ويعزم على نفسه. الإمام أحمد بن حنبل وقع له شيء مثل هذا وأصعب، أصعب من كده. قال ليحيى بن معين هيا بنا نحج هذا العام وبعد الحج ننطلق إلى اليمن ونلقى شيخنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، فنسمع منه. قال له يحيى عندما وصلوا إلى الحج: يا أبا عبد الله أبشر، الحمد لله لقد وفر الله عليك رحلتك، هذا عبد الرزاق يطوف بالبيت. ربنا جابه من صنعاء عشان يطوف بالبيت عشان تقابله في مكة ومفيش داعي تسافر له. قال أحمد: لا والله لن أكلمه ولا أسأله في مكة بشيء، وبعد الحج سنذهب إليه إلى اليمن، فإني أكره أن أنقض نيتي، إني أكره أن أنقض نيتي. ده بيدل على علو هذه النفوس، نفوس عظيمة، علو المروءة عند هؤلاء الناس، لا تقع منهم خوارم العادات، علو كبير جدا. الأغلب بقى من الناس اتربوا على انتهاز الفرص، مظبوط؟ الغالبية العظمى يقول لك اللي تغلب بيه العب بيه. مش يقولوا كده في أمثلتهم؟ بيقولوا كده في أمثلتهم، يقول لك إنها شطارة، شطارة وفهلاوة وفكاكة، ولو وجد من أحد من أخيه شيء يأخذه ويقدر يأخذه يأخذه، يقول لك ده رزق الله ساقه إلي. هذا غير صحيح. الكبار كبار النفوس، الكبار كبار النفوس، ليسوا كأي بشر. هذا يدل على تربية النفس. العاقل لابد أن يأخذ نفسه بالحزم والشدة. النفس زي الطفل تماما، فالنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إن وقفتها عند حد خلاص بتقف. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وانهما محضاك النصح فاتهمي. الشيطان ما بينصحش ولا النفس بتنصح الا ما في سوء. يبقى لا تطع احدا منهم، ولا تطع منهم خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم والحكم، تعرف كيد الاثنين، النفس والشيطان. وراقه اللي هو السكرتير بتاعه اسمه ابو حاتم قال: سمعته يوما يقول: خرجت إلى ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي، المال بتاعه. هل نقف إلى هنا ونقولها بعدين؟